السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين شهيوات أم العربي. اليوم غادي نوجدوا مع بعضياتنا واحد الفقيق قصاد صغار حلوين. هاد المرة كيجيو زوينين لمناسبة عاشوره. كنحتاجو فيهم 500 غرام ديال الدقيق الأبيض خاص بالحلويات، 200 غرام ديال السكر الثقيل ولا السكر كلاصي، 350 غرام ديال الزبدة، أنا هذه هي اللي استعملت ديال العلبة. غادي يحتاجو معلقة كبيرة ديال الكاكاو المر، كيس ديال خميرة الحلوة 7 غرام، كيس ديال سكر فانيلا 7 غرام، و 100 غرام ديال اللوز إفيلي يكون محمر. هنا راني محمره. الطريقة سهلة وبسيطة يا بنات. غادي نفرش، غادي نخدم معكم اليوم بالقصرية. بزاف بزاف قالت ما كنخدمش بيديا، وراه المرضى البنات اللي ما تيخلينيش المفاصل ديالي ما تنقدرش نعجن بيهم. كندير الزبده 350 غرام ديال الزبده في قصريه، وتكون في درجه حراره المطبخ من الاحسن. قلت 350 غرام مع 200 غرام ديال السكر الثقيل، غادي نخدمهم حتى يوليو عندنا على شكل بوماد مع بعضياتهم. هاد الفريقسات كيجيو روعه. غادي نضيف كيس سكر فاني مع كيس خميرة الحلوة، دابا غادي نبدا نضيف الدقيق تقريبا 500 غرام، ممكن تهز ليكم 450 غرام، ممكن 500 غرام، ممكن 550 غرام، على حسب الدقيق ديما ديك 50 غرام يا ناقصه يا زايده. العجينه ملي نعجنوها المره الاولى نخليوها شويه مرخوفه، دابا انا هاد العجينه باقي خاصها الدقيق، لكن ما غنضيفش الدقيق دابا كيف غتشوفوا معايا. غناخد هاد العجينه، المهم هي هانتو كتشوفوا راه ما بقاش خاصه بزاف لانه ولات كتجمع في القصريه، ما بقاتش كتبقى لاصقه. كيف قلت خاصنا 550 غرام، انا ما كندير لا مونتاج لا والو، كنخلي الفيديو غادي معاكم باش تشوفوني اشنو درت. هنا جبت واحد المعلقه باش نحيد الفائد من يديا،
ما بغيتش نضيف الدقيق ونحك به يديه، لانني مازال غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق باش ما تقصحش ليا. نغسل يدي ونجي البنات. دابا غادي ناخذ هذا العجين ونقسمها على ثلاثة يكونوا كوار متساوية. هنا كتشوفوا قسمتهم على ثلاثة، غناخد وحدة ونزيدها على الأخرى باش يوليو عندنا. بغيت وحدة يكون فيها غير الثلث هي هذه، وحدة هي اللي تكون كبيرة بيضة بحال هكا على هذا الشكل. هنا كيف كتشوفوا ولات عندنا وحدة كبيرة وحدة صغيرة. هاد الكبيرة غادي نضيف ليها هانتو كتشوفوا معلقة كبيرة ديال الطحين، وغادي نخدمها ندخل فيها هذاك الدقيق. غير تبعوا معايا البنات، راها سهله مفهومه. صافي ها هي نشفات لينا، داكشي علاش ما بغيتش نزيد الدقيق وانا كنعجن. صافي غادي نحطها هنايا في الطبصيل على جنب، راه غندخلها للثلاجه تبرد. وهاد الكره اللي بقات لينا الصغيره غنضيف ليها معلقه كبيره ديال الكاكاو المر و100 غرام ديال اللوز ايفيلي محمر، وغادي نخلطهم مع بعضياتهم حتى هما حتى يتجمعوا لينا ويدخل هذاك اللوز والكاكاو في هاد العجين. صافي غادي نجمعهم وغادي نديرهم في واحد البلاستيكات كل وحده بوحده، وغادي ندخلهم الثلاجه يرتاحوا غير واحد 10 ديال الدقائق. هذا شي حاجه زوينه. هذا ما تقطعوش هذاك اللوز لان حاجتنا فيه، ماشي ما تقطعوش ما تهرمشوش، خليوا هذاك اللوز هكاك صحيح لان حاجتنا فيه يجينا باين مني غادي نقادو الفقاص، نتوما غتشوفوا علاش. صافي ها هي تجمعات. دابا غادي ندير كل وحده في بلاستيكه، غادي ندخلهم للثلاجه يرتاحوا واحد 10 دقائق وغادي نتلاقاو. من بعد ما ارتاحت لي العجين 10 دقائق في الثلاجه، دابا خديت هذا العجين اللي فيها الكاكاو اللي بالشوكولاته واللوز، غادي نديرهم حريبلات، والحريبلات يكونوا غير رقاق وصغيورين. ونحاول معاهم لان في هذاك اللوز صحيح شويه غتحرب لينا يعني بصعوبه، لكن نديرو معاه ماشي بصعوبه كاع، غير نديرو معاها الخاطر لانني حاجتي فيهم هذا كاي حريبلات. صافي يكون هذا هو السمك ديالهم، ماشي رقاق بزاف، ها هي بحال هكا على هذا الشكل. غنديرهم عصيات على هذا الشكل، وغادي نسرحهم في شي بلاطو وغادي نحطهم وندوزو نوجدو العجينه البيضاء، لان غادي نبسطوها وغادي نديرو في قلب منها هذا البودان ديال الشوكولات ديال العجينه اللي بالشوكولاته واللوز. شي حاجه لذيذه وراقيه بحال هذه تهرسات. صافي المهم نتوما كتحكموا في السمك حتى على حساب كيفاش قداش غتبسطوا العجينه البيضاء.
غادي نكمل نديرو محريبلات على هذا الشكل وغادي نطلقاو. هنا من بعد مرتحت ليا العجين ديالنا، خديت العجين البيضاء كيف تشوفوا ورقتها غادي على هذا الشكل. غادي نحط فوق منها واحد البودان هذا ديال العجينه اللي فيها الشوكولات واللوز إيفيلي، وغادي نحاول ندوروا عليها، يعني الفكره راه غتكون واضحه بحال هكا. غير العجينه لانها رطبه بزاف، راها بحال عجينه الصابلي كما عارفين، وما تخافوش منها واخا تقطع لكم. هانتو كنلبسها عليها ونزير وندير دوره على هذا الشكل بحال هكا ونقطع ونعاود نقادها غير شويه باش تلبس في العجين. ممكن ندهنوا هاد الحواش الحاشيه هذه بابيض البيض، لكن معليش لان ما غاداش ما كتحلش. ومباشره كنصطفو في واحد البلاطو على هذا الشكل اللي مفرش بالبلاستيك. هادو غير قطعتهم زربت عليهم بغيت نشوف، وغادي ندخلهم الثلاجه حتى كيجمدوا لينا ويقصحوا، وعاد كنخرجوهم وغادي نقطعوهم مع بعضياتنا. البودان ديالنا ديال الفقاس مني دخلتهم الثلاجه ما كنخليوهمش يجمدوا يوليو حجره، يعني غير يقصاحوا باش العجينه ما تهرش لينا وتكون سهله اننا نقطعوها. غادي نقطعوهم، بغيتكم غير تشوفوا هنا في اللاطة غتلقاو هادو بيضين. مني عمرت العجينه شاطت لي العجينه بيضه، فنتها في شويه ديال اللوز وقطعتها حتى هي يجيو مقيطات هكاك حلوين. دابا غادي نقطعوهم عادي بحال هكا، ويكون عندكم شي موس اللي يكون ماضي على هذا الشكل صافي، ونستفهم في اللاطه اللي غتدخل الفران بحال هكا على هذا الشكل. انا غادي نكمل نقطع على هذه الطريقه وغادي نطلقاو باش ندويو على طريقه ديال الطياب. الحقيقه صات الحلوين ديالنا من بعد ما كملتهم، دابا غادي ندخلهم للفران. الفران درتو تيسخن على درجه حراره متوسطه، كيكون الفران بحال غنطيبوا لي صابلي ديالنا. غادي ندخل الفقيقصات ديالنا ونقص عليهم البوطه ونخليهم يطيبوا على المهل حتى يتحمروا لينا ويجيونا مقرمشين، وديك الساعه غادي نقدمهم بالصحه والراحه. هذا هو الفقاس ديالنا الحلو اولا الدولار باللوز والشوكولات، كتجيو على هذا الشكل لذاذ بزاف البنات. نتمنى تجربوهم ويعجبوكم، واكيد ومتاكده انهم غادي يعجبوكم بزاف الا جربتوهم. عواشركم مباركه مسعوده، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه، وما تنساوش اللي عجبتها الوصفه ما تنسانيش من لايك واشتراك في القناه وبارطاجيو الوصفه في مواقع التواصل الاجتماعي باش هكا تعم الفائده، وهكا البنات يتعرفوا على القناة ديالي. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى وصفة قادمة بحول الله.